اذا عدنا لكم مشاهدينا الكرام دائما على قناه الشعب قناه شوف تيفي. كيف كتشوفوا واحد الشخص اللي مغمى على الارض وعناصر الامن صاحبي عناصر الامن دخلوا على الخط. واش هذا السيد تعرض لاعتداء؟ شنو وقع له؟ كيفاش انه وصل انه يدخل على خط هذا كيفاش انه وصل انه يسقط لهذا الشارع؟ كيف كتشوفوا شخص مغمى على الارض وعناصر الامن كتحميه بالدراجه الناريه ديال رجال ديال فرقه الدراجين بمنطقه حنفا. رجل الامن كيحميه بالدراجه الناريه ديالو. عندك عندك اخويا عندك سير من اللي عندك واحد غا يدي خارجه من هنا تصدق قيسو اه طيح ما عرفناش من صحيح رحمه الله. إذا في انتظار وصول سيارة ديال الوقاية المدنية رجال الأمن كيقوموا بعمل جبار في هذا الأثناء بمنطقة أنفا. فوضى عارمة تعم شارع لاله الياقوت ورجال الأمن كيحاولوا أنهم يدخلوا على خط كل هذا كل ما يقع في هذا الأثناء بشارع لاله الياقوت. إذا أكيد السيارة ديال الإسعاف غادي تدخل على خط هذا الشخص اللي حالة غيبوبة. فاروق واش سي جا الناس؟ جا الناس ينعس شارع لاله الياقوت ينعس ينعس هنا في المكان اللي يقدر يموت فيه. شكرا مشاهدينا الكرام على طيب المتابعه. اكيد غادي نلتقيكم مباشر اخر لحظه وصول سيارات الاسعاف.